كرة القدم حكاية لا تنتهي، أمل لا ينقطع، شغف لا يتوقف، معادلة صعبة يرسم تفاصيلها الكبار بحكمة ورؤية وإصرار. موسم مليء بالإنجازات استطاع خلاله اتحاد الكرة برؤية قيادته وتكاتف جهود الجميع أن يحقق نقلات نوعية تضاف إلى رصيد الكرة الإماراتية. في مجال أبرز محطاته خلال الموسم الكروي 2021-2022، تنظيم حفل مراسم قرعة مسابقات الفريق الأول والتي تضم كأس رئيس الدولة ومسابقة دور الدرجة الأولى، اجتماع الجمعية العمومية العادي، وتم عقد 13 اجتماعاً لمجلس الإدارة. اعتماد الهيكل التنظيمي من قبل مجلس إدارة الاتحاد بما يتواءم مع التطوير المهني والإداري والاستراتيجية الحديثة للاتحاد، تعزيز أواصر التعاون مع الاتحادات الوطنية من مختلف القارات، توقيع العديد من اتفاقيات الرعاية والشراكة مع المؤسسات والشركات المحلية الكبرى ومنها أديداس واتصالات وقنوات أبوظبي ودبي والشارقة، تعزيز المكانة الآسيوية والدولية واستضافة أهم الأحداث على المستويين الإقليمي والدولي ليحظى بثقة المسؤولين في الخارج بالقدرة على التنظيم المتقن والرائع. ومن ذلك استضافة بطولة كأس العالم للأندية 2021، المعسكرات التدريبية للمنتخبات الآسيوية والعالمية، البطولة الدولية لتحت سن 23 عاما. وأقام الاتحاد عدداً من ورش العمل والدورات التدريبية الاستثنائية ليرتقي لمستوى المسابقات والمنافسات المحلية، كما نظم عدداً من المؤتمرات الرياضية المهمة على أرض الإمارات.